أهلا بكم إلى تواصل دوت كوم مشاهدينا الأعزاء من جديد، وكما عودناكم مشاهدينا الكرام وقفة مع العناوين قبل الذهاب إلى التفاصيل. في العنوان الأول نتوقف عند ما حدث في قضاء الغرافة بمحافظة ذي قار، وهناك تظاهرات بسبب تواصل انقطاع الكهرباء، والقوات الحكومية تفرق المتظاهرين بإطلاق النار. ثم نذهب بعد ذلك إلى محافظات أخرى بينها كربلاء ومناطق متعددة تظاهر أصحابها أيضا بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي. بعد ذلك سنتوقف مع جديد كاميرات المراقبة وما رصدته من أحداث سرقة لأغطية مجاري الصرف الصحي وسرقات أخرى. والعنوان الأخير يتعلق بحوادث دهس جديدة رصدتها كاميرات المراقبة في بغداد والمثنى. أهلا بكم. البداية مع قضاء الغراف في ذي قار إذن، وبإطلاق النار قوات حكومية تفرق متظاهري قضاء الغراف، نتابع معا. تفريق المتظاهرين على يد القوات الحكومية وقوات مكافحة الشغب تم في ذي قار بتعاون كلا الطرفين، نتابع ما حدث هناك. كما تشاهدون اطلاق نار حي عن متظاهرين. تعال هنا يا تعال. كما تشاهدون شغل فلاش كما تشاهدون اطلاق نار حي. المواطنون في قضاء الغراف خرجوا طبعا رفضا لتواصل انقطاع التيار الكهربائي، نتابع جانبا من اللقطات التي تبين حشود المواطنين وبعض مطالبهم، نتابع. كلا كلا للباسدين، كلا كلا للباسدين، كلا كلا للباسدين، كلا كلا للباسدين، كلا كلا للقصاصة، كلا كلا للقصاصة. نعم نعم للحوزة، نعم نعم للحوزة، نعم نعم للحوزة، نعم نعم للحوزة، كلا كلا للقصاصة، كلا كلا للقصاصة، كلا كلا للقصاصة. القوات الحكومية مشاهدينا اعتقلت عددا من المشاركين في تظاهرات الغراف في ذي قار، نتابع معا. Yeah.
إلى مظاهرات أخرى في مناطق غير ذي قار، إلى مظاهرات أهالي شعلة الصدرين بسبب تردي خدمات الكهرباء أيضا، نتابع جانبا من هذه التظاهرات. أهالي مدينة الصدر أيضاً أشعلوا الشموع أمام كابينة الكهرباء المعطلة منذ عدة أيام، نتابع. الآن إلى تظاهرات أخرى وقعت في كربلاء وأيضا للمطالبة بتحسين الكهرباء وهتاف بعض المشاركين في هذه التظاهرة شلع قلع كلهم حرامية، نتابع معا. الآن إلى مظاهرات أهالي قضاء الدواية التابع لذي قار ضد استمرار انقطاع الكهرباء، نتابع معا. الآن نذهب وإياكم إلى مظاهرات أهالي مدينة الحلة بسبب تردي وضع الكهرباء أيضاً، والتي استمر سوءها وتواصل تردي وضعها منذ فترة طويلة، نتابع. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ما رصدته كاميرات المراقبة. الكاميرا في البداية رصدت صاحب ستوتة يسرق فوهات المنهولات كما يعرف بالدارجة العراقية، وسرق أيضا عددا من أغراض المواطنين، نتابع ما رصدته الكاميرا معا. وإن من الهم ما قتل، ظاهرة سرقة أغطية الصرف الصحي للأسف بين غياب الرقابة وبين المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق السكان في مختلف محافظات العراق، نتابع. السلام عليكم أخواني أهالي الحسينية الكرام، موضوع مناشدة ولازم نوقف في يد وحدة، إحنا إذا ما واحد يوقف ويا الثاني ما راح نقدر نغير شيء بمدينتنا.
هسه احنا هذا حالنا، وفوق هذا الحال ليسرقون السبتتين الباب مال المجاري، وانتم شفتوا قبل يومين شنو صار بمحافظة الديوانية. توفى طفل ونزل رجال كبير حاول ينقذ الطفل وتوفى وياه. فيا اخواني اوقفوا ايد وحدة، خلنا نمنع ضعاف النفوس. يعني شنو قيمتها هاي البلوعة؟ يعني هو هسه لو يدق الباب انا متأكد ما راح واحد يقصر وياه وينطيه. فالناشيد مديرية الشرطة مال الحسينية، مديرية النجدة، مديرية المكافحة الموجودة بالحسينية، البلدية، ربيت حل جذري، ويا اخواني وقفوا ايد وحدة ومنعوا ضعاف النفوس. يعني كل واحد ببابه من هاي المنهولة خادمته يحاول يحميها. يعني ما معقول لهذا الحال وصلنا. مجارة هاي السبتة تنسرق هين يعني ما تسوى لك 10,000 يمكن. ما معقول هذا الشيء دا يصير. فيا اخواني نتوجهكم رجاء، احموا منطقتكم بانفسكم، اخدم نفسك بنفسك، حافظ على نظافة مدينتك انت. وهذا الشيء طبعا يفقد حياة اطفال، اطفال تروح بيها اذا ما وقفنا ايد وحده. والسلام عليكم. مع كاميرات المراقبة ايضا ولكن بعيدا عن السرقة الى حوادث الدهس، والبداية مع رصد حادثة دهس احدى الطالبات في بغداد. الغريب في الأمر أنه هو من أنزلها من السيارة، يعني كان ينبغي عليه أن يتأنى قليلا. الكاميرات سجلت أيضا مشاهدينا حادثة جديدة لدهس طفل في محافظة المثنى، نشاهد معا. الآن إلى فقرة آرائكم مشاهدينا الكرام، وعطفا على الخبر الافتتاحي وما حدث في قضاء الغراف في ذي قار، نواصل فقرة آرائكم في هذا الإطار، حيث اعتقلت القوات الحكومية 21 شخصا خلال التظاهرات التي شهدها قضاء الغراف شمالية محافظة ذي قار احتجاجا على أزمة الكهرباء. وبحسب مصادر مطلعة فإن الأجهزة الحكومية بقضاء الغراف اعتقلت 21 متظاهرا من عشرات المتظاهرين المحتجين على تردي الكهرباء، مشيرة إلى أن قوات مكافحة الشغب يعني هي من تدخلت لتفريق التظاهرة من خلال إطلاق النار في الهواء واستخدام سيارات المياه والعصي واعتقال قادة التظاهرة، فضلا عن ملاحقة المتظاهرين المتبقين داخل أزقة القضاء. الآن نذهب وإياكم إلى قراءة في أبرز التعليقات التي نشرت في موقع فيسبوك عبر حسابات عدد من شباب العراق، نتابعها معا. في التعليق الأول أمير الحسناوي يكتب: هسا عمي بطلنا من العنب نريد سلتنا، كهرباء ماكو، هاي عرفناها، ماي ليش ماكو بالناصرية؟ أمير يتساءل يعني إذا كنا تعودنا على فكرة انقطاع التيار الكهربائي، لماذا أيضا يحرم أهالي الناصرية من المياه بشكل دائم؟ ألا يكفي أنهم محرومون من الكهرباء؟ هكذا يتساءل هذا الشاب. إلى تعليق جديد. في التعليق التالي سلام يكتب: أنا هذه المرحلة من تاريخ العراق تحتاج تضحية من الشباب من أجل تغيير الحاضر والمستقبل ورسم مستقبل الأجيال القادمة. سلام يتحدث يعني بلغة هادئة كما لو أنه يعيش في بلد مسالم، بلد آمن، بلد توزع ثرواته وخيراته على أهله بالتساوي دون حرمان أو نقصان. يبدو أن هذا الشاب لا يرى الأحداث اليومية التي ربما تحدث في العراق كما يرى كثيرون من المواطنين العراقيين. إلى تعليق جديد.
في التعليق التالي أحمد محمد يكتب: لو بيدي أحرك الغراف لو أذب عليهم كيماوي وأبيدهم عن بكرة أبيهم، حرامات الله خاسر عليهم طين جماعة القال والقيل. أحمد محمد للأسف يستكثر على أهالي الغراف الذين لا يجدون الكهرباء ولا يجدون الماء، يستكثر عليهم للأسف أن يخرجوا بتظاهرات رفضاً لتواصل سياسة انقطاع التيار الكهربائي. لم يستكثر عليهم فقط، وإنما يريد أن يقتلهم، كيف؟ كما جاء في تعليقه، من خلال أن يصب عليهم الكاز والبنزين للأسف. إلى تعليق جديد. احذر صولة الحليم، هذا الشاب أو صاحب هذا الحساب يقول: تخصيص الكهرباء خيانة ودكتاتورية، لم يقدم عليها حتى صدى. هذا الشاب يوثق فكرة رفض الشارع العراقي لموضوع خصخصة قطاع الكهرباء، ويريد لهذا القطاع أن يبقى ملكاً عاماً، لا أن يمنح لشركات سواء كانت محلية أو أجنبية. إلى تعليق جديد. في التعليق التالي مشتاق يكتب: طبهم ألف ألف مرض يبيع صوت وضميره برصيد لو بتأشرت، ويجيب ناس لا تعرف الله ولا رسوله ويحطونهم مناصب، وبعدين كام يتمسكن ويتظلم. مشتاق بشكل أو بآخر وضع يده على جرح حقيقي في العراق، يقول بما معناه: لا يحق لمن اختار هذه الوجوه السياسية من جديد ورضي لهم أن يحكموا العراق من جديد، لا يحق له أن يبدي اعتراضاً أو امتعاضاً أو استياءاً بسبب سوء الخدمات، لأن هذا من فعل يده كما يقول مشتاق. الآن إلى التعليق الأخير، إذا كان ما زال معنا تعليق. نعم، معنا تعليق أخير من أحمد المختار، يقول: يا قوم لا تتكلموا، إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوام. أحمد بلغة المستاء واليائس والمحبط من تحسن الحال للأسف قال هذين البيتين من الشعر، وهم من الموروث العربي، ولا يقالان هذان البيتان إلا حينما يفقد الإنسان الأمل بإصلاح من لا يرجى إصلاحه. الآن نذهب إياكم إلى تويتر. غزة تكسر صفقة القرن، هو هذا الوسم الإلكتروني أو الهاشتاج الذي نشط خلال 24 ساعة الماضية. نقرأ عليكم التغريدات التي ظيلت بهذا الهاشتاج. غزة تكسر صفقة القرن، كتب حمزة: العدو قد يبدأ عدواناً عسكرياً على غزة، لكنه لا يملك وحده إرادة إنهائه بالطريقة التي تناسبه. المقاومة الفلسطينية تمتلك القرار والإرادة والأدوات المناسبة. حمزة يرجح احتمالية أن يشن العدو الصهيوني حرباً أو عدواناً جديداً على قطاع غزة، ولكنه يقول إن الاحتلال لن يملك، وإذا بدأ هذا العدوان فإنه لن يملك أن يوقفه وقتما شاء، لأن المقاومة الفلسطينية سيكون لها كلمة. إلى تغريدة جديدة. في التغريدة التالية بكر يكتب: غزة كانت وستبقى أرضاً وشعباً مسلماً سنياً عربياً مقاوماً، من ينصرها ينصر كل هذه الصفات، ومن يتآمر عليها يخون كل هذه الصفات. بكر يريد أن يذكر أبناء الأمة العربية والإسلامية بالقواسم المشتركة التي تجمع الفلسطينيين لا سيما أبناء غزة مع غيرهم من إخوانهم العرب والمسلمين في مختلف دول العالم. إلى تغريدة ثالثة. في التغريدة الجديدة هادي كتب: قاوم بالصاروخ وبالمدفع، قاوم بالسكين وبالمقلاع، اضرب بشظاياك الغاصب، لن يهزم شعب لم يركع. طبعا هادي يتحدث عن فكرة ركوع الشعب الفلسطيني لله وحده، ورفض فكرة أن تتحطم صخرة الصمود الفلسطيني بفأس الاحتلال الإسرائيلي أو الاحتلال الصهيوني الغاشم. الآن نذهب إياكم إلى التغريدة الأخيرة التي ذيلت بهذا الهاشتاج المتعلق بفلسطين، هاشتاج غزة تكسر صفقة القرن. غزة تحت القصف بينما نحن مهتمون برامز وراموس، هكذا يقول إبراهيم. إبراهيم يذكر أبناء الأمتين العربية والإسلامية بالقضية المصيرية التي ينبغي أن يلتف المسلمون والعرب حولها. الآن نذهب إياكم إلى المقاطع المصورة.
إلى المقاطع المصورة مشاهدينا الكرام. مهنة العبايجي وهي مهنة عراقية أصيلة، هناك من يحاول أن يدافع عنها حتى تستمر ولا تندثر. نتابع معا ما يتعلق بمهنة العبايجي في العراق. المهنة عبايجي، هذه مهنة عبايجية، يعني هم نخيط ونبيع ونجهز الصيفي والشتاء وكله موسم موسمه. اشتغلت 55 بهاي العباية، لكن مو هالحرفة، ما نحوش ولا نشتري جاهز ونبيع على المشتري. بدينا بالعمل حسب ما أنا بعدني ما صار، لأنه من الستينات العمل مالنا، من بداية الستينات. أنا أتذكر يعني عمري صغير بالسبع سنوات، أتذكر الوالد هو يشتغل بهاي الشغلة. أرخص عباية السورية ب10,000، أغلى عباية نقول ب3 ملايين تقريبا، ملايين عراقي. حساء العدس وفوائد ينبغي التوقف عندها، نتابع. ختام تواصل لهذا اليوم، نلتقيكم على خير في أوقات لاحقة. إلى اللقاء.